تعمد يا متعمد تكتيك ها؟ لا شوف خليك يكون تمل وانت اشبح تنطلع عندك اي استاذ عبد السلام مقطوع الكره صبي ولكن هم يلتمس منظمه من بنعيد وسعد ميلاد وفوزي او خطا يشير للحكم المساعد الاول احمد حسن في منتصف الميدان وابو صلاح مقطوع الكره منه ترجع الى اللاعب اذا الى كل من التحق بنا مؤخرا لتصبح رميه التماس الى عبد السلام ولكن بالعيد مقطوع الكره منه كره بدون عنوان من بالعيد لا مسعود سارجع الكرة لكن تطول الكرة عليه لتصبح رمية التماس المدرب يحتفل بالخمسين سنة من العطاء والعمل وكل شيء يقول المرافق في هذه الأثناء سلام احمد محمود وتحصل من خلالها على فاول عبد الباري وصبري عندك دور وجاب ظهر عبد العليم اللي تخرج الكره خارج ارضيه الملعب ضربية الملعب مرة أخرى متذكر سليمان منتصف الملعب أو بدون عنوان مقطوع الكرة ولكن سعد ميلاد ينقذ الموقف الكابتن خالد مريمي مدرب فريق الأول نادي يثرب في البداية نحب نشكر اللاعبين على الروح الرياضية اليوم كنا لنا اسبوع احنا نحضروا المباراه هذه من بعد مباراتنا الاولى اللي فقدناها يعني قدام نادي يثرب يا نادي الترجي عددنا العده للمباراه الثانيه نسينا الاولى وقعدنا نحضروا المباراه الجديده واللاعبين كانوا قد الطموح هذا والله بالنسبه للفريق الهاني نقول لهم هالترك كان فريق ند قوي لكن احنا حاولنا نقرا المباراه من بدايه الشوط الاول وطلبنا من اللاعبين ان يطبقوا تكتيك معين والحمد لله وفقنا الله وكسبنا ثلاث نقاط ان شاء الله والله طموحنا الدرجه الاولى الدرجه الثانيه ان شاء الله طموح النادي درجه ثانيه والله اليوم الجمهور ابدع اليوم بصراحه كان اللاعب رقم 12 احنا كنا بالرغم انه كنا 11 لاعب لكن هو اللاعب رقم 12 هو اللي حفزنا على الفوز واعطانا الدافع لقدام محمود سليم لاعب يثرب والله الحمد لله رب العالمين في المباراه الاولى كانت ضد نادي الترجي الله غالب ربي ما وفقنا في المباراه وخسرنا المباراه وخسرنا ثلاث نقاط ولكن الحمد لله اليوم عوضنا وبهمه الشباب وبعزم الشباب وعزم المدرب استاذ خالد بارك الله فيه ما قصر معنا والشباب ما قصروا وماتوا على الكوره في الملعب والحمد لله هذه اول ثلاث نقاط وهذه اول انطلاقه لنادي يثرب ان شاء الله باذن الله باذن الله نوعد الجمهور ان شاء الله الموسم الجاي في الدرجه الثانيه باذن الله بارك الله فيهم والله ما قصروا اليوم والحمد لله رب العالمين والتوفيق من الله كيف ينام بيفوز والحمد لله رب العالمين ربي وفقنا وتحصلنا على ثلاث نقاط ونحب نشكر نادي الهاني بارك الله فيهم ما قصروا والحمد لله رب العالمين والقادم باذن الله ان شاء الله افضل وافضل وبارك الله Thank you.